نعم صدقت، هذه كما قلت هي قاصمة أخرى من القواصم. الأمم المتحدة هذه أيضا ما تفعله الآن في بلادنا هو من تبعات الصخرات، كل من كان من أعمدة الصخرات والله هذا الذي الآن تفعله بها الأمم المتحدة ما سلطنا علينا ما سلطهم علينا إلا هم. كنا في عافية يا أعمدة الصخرات، كنا في عافية من الله، درنا انتخابات ونجح المؤتمر الوطني وما بلغ فيه من أعضاء ومن فساد ومن كذا، لكن لا يساوي عشر معشار ما جاءنا من بعد الصخرات، وكاننا نعمل أن نعمل انتخابات أخرى وتستقر البلاد ويكون فيها قانون، والانقلابيون مثل حفت وغيرها يقادون ويجرون إلى القانون لو بقينا وتركتمونا، لكن تآمرتم على بلادكم وسلمتوها لليون المجرم الأسباني عميل الأمم المتحدة وعميل الإمارات، وضحك عليكم وجلس معكم شهرا هو يجري بكم يمينا وشمالا، ثم خرج عليكم بمفاجأة جعلتكم مبهوتين، ما فيش حد قدر يفهم شو اللي صار. عينت السراج هو لم يجري ذكره على الإطلاق، وكثير منهم الذين يتفاوضون لم يعرفوه أصلا. انظروا إلى أي حد يصل الاستهزاء بكم والسخرية بكم، ثم انظروا بعد الصخرات إلى الآن ماذا جنيتموه على بلادكم. من هذه الجنايات أنكم سلطتم علينا الأمم المتحدة وسلطتم علينا المبعوثين الذين يأتون الواحد بعد الآخر، وجعلتم بلادنا مسرحا للمفسدين. يعني صناديق الأمم المتحدة لا تنتهي لا أول ولا آخر، صندوق الأسرة، صندوق الإسكان، صندوق مش عارف شو، والآن يسرحون ويمرحون البلاد، ليس فيها بوابات وليس فيها ضبط ولا ربط ولا قانون، وهم يأتون من شذاذ من جميع البلاد الأوروبية والأمريكية. كل المنظمات الفاسدة السيئة سواء تتبع الأمم المتحدة ولا تتبعها يسرحون ويمرحون، لا أحد يستطيع أن يتعرف عليهم، ويتظاهرون بأسماء وإعلانات وعناوين جذابة مغرية. الناس الغفلة ولا الناس الجهلة ولا الناس على فطرتهم ربما ينبهرون بها ويسمعون لكم. على ماذا يدندنون؟ كل مشاريع الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي ما يرسله لنا من هذه المجتمعات المدنية والشيء يسموها من جهادهم بلادهم، يقوم كل رسالياتهم وكل جنودهم يرسلوا فيهم تحت أسماء متنوعة ليبثوا في قلوبنا ونفوسنا ونفوس نسائنا وأطفالنا وصغارنا مبدأ الجندر. الجندر هذه الاتفاقية التي عرضت عليها الأمم المتحدة وعرضتها في الماضي على وزيرة المرأة، وجاهد الناس والمجاهدون والشجعان وأهل البلد ضد هذه الاتفاقية اللي وقعتها وزارة المرأة حتى ألغيت، حتى ألغاها رئيس الحكومة بارك الله فيه، ألغاها هو الذي ألغاها، ولما ألغاها قرع من قبل السفراء. شوفوا السفراء ماذا يصنعون، هم مهمتهم كلها الإفساد. لما هذه الاتفاقية ألغاها رئيس الحكومة اتصل به السفراء، هكذا علمت وهو كلام صحيح، اتصل به السفراء ولاموه وكيف تفعل هذا. انظر كيف يدخلون في كل شيء، يريدون أن يكونوا نساءنا وأطفالنا وصغارنا، يريدون أن يربوهم على أعينهم، فساد تدهور تهور. والآن يبثون في البلاد مصطلح اسمه يعني المجتمع النوع المجتمعي، يسمونه النوع المجتمعي. تعرفون ماذا يعنون بالنوع المجتمعي أو النوع الاجتماعي؟ تعرفون ماذا يعنون به النوع الاجتماعي؟
ما عايش يبو ذكر ولا أنثى. أنت زي الصنم، تصلح ذكر، تصلح نصف ذكر، تصلح مرأة، تصلح كلب، تصلح جحش، اسمك نوع فقط، أنت نوع. يتحولهم إلى قردة، يتحولون إلى كلاب، يجعلون أناس لا هم ذكور ولا هم إناث، ويرون أن الذكورية والأنوثة أن يكون واحد ذكر وواحد أنثى، زي ما ربي خلق العباد وفطرهم على ذلك ليتكامل بعضهم البعض، يرون أن هذا تمييز ضد الإنسانية وضد المرأة وحقوقها ضائعة. وتكلمنا في الماضي على اتفاقية الجندر وماذا تريد أن تصل من خلاله للمجتمع الليبي. لا زواج، لا عدة، لا أولاد، لا طفولة، لا توارث، لا حقوق، لا زوج ولا زوجية. يريدون أن يكون يلغى كل شيء. ما فيش حاجة اسمها ميراث زي ما ذكر القرآن، ما فيش حاجة اسمها عدة، ما فيش حاجة اسمها عقد نكاح، ما فيش حاجة اسمها طلاق. هذا هو الذي يدرسونه على أولادنا وبناتنا في المدارس.